السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الأعزاء. اليوم عندنا لكم مراجعة لإحدى السيارات الجميلة العملية اليومية فعلياً، تويوتا رافور 2024 فئة الـ LE ستاندرد الهايبرد. سيارة استخدام يومي جميلة جداً، موفرة للوقود، استخدامها حقيقة لا يقتصر فقط على الاستخدام اليومي، تقدر تطلع فيها طعس، تروح تجي وين ما تبي، تبي تمسك خط، تبي استخدام يومي عادي، أرصفة، حفر، مطبات، كلها تفي معاك في الغرض. لكن قبل بداية الفيديو نحب نصلي ونسلم على نبينا محمد. عندنا إعلان بسيط، خلونا إعلاننا اليوم للداش كام الجميل هذا من شركة فيوفو، الإصدار الأخير من متجر مايكرو كي اس اي، المتجر السعودي اللي موجود في منطقتنا. تقدر تطلب منه هذا الداش كام يوصلك بشكل سريع جدا لمكانك. الداش كام هذا يعتبر من الأميز في دقة التصوير فعليا، وراح نستعرض لكم كل شيء إن شاء الله في نهاية تجربتنا للتويوتا رافور نفسه. خصائص جدا عديدة، كاميرا أمامية الترا اتش دي، في مكثف للحرارة، ما فيه بطارية للداش كام نفسه، وكثير خصائص ومزايا جميلة، مثل انه تقدر توصله من خلال البطارية او الفيوز او ايضا منفذ الولاعة، وهو الأمن صراحة في طريقة توصيل الداش كام. خلونا ناخذ نظرة على البوكس ايش يجي داخل. ما يخص محتويات الصندوق، فعندك الكرتون نفسه على الباركود، وحبيت حمل تطبيق حق الداش كام، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية، وتجي معها ذاكرة للعلم كباكج، هذا كاميرا أمامية والكاميرا الخلفية، وايضا الاسلاك الخاصه بالتوصيل وغيرها للسكرات. صندوق للداش كام نفسه، اللي حاب يشوف التفاصيل اكثر عليه هجرب لكم في نهايه التجربه كتجربه فعليه في الشارع، تصوير ليلي مسائي، وايضا احط لكم رابط الشراء وغيرها من التفاصيل. بعد ما اعطيناكم الاعلان البسيط نرجع لكلامنا ومراجعتنا للسياره. السياره هذه تويوتا رافور نسخه الهايبرد زي ما ذكرت، الستاندرد دفع رباعي. هذه الفئه صراحه مميزه، كون انها دفع رباعي وهايبرد وفيها مواصفات منطقيه كاستخدام يومي، مثل كاميرا خلفيه وشاشه واضاءات ال اي دي وايضا التكييف وغيرها من تفاصيل اخرى كتكييف خلينا نتكلم منفصل، والتفاصيل هذه اللي بعض الناس تهتم فيها. نتكلم عن المحرك هنا، صراحه حلو جدا، شايل السياره بشكل جدا جميل، سواء كان في الطرقات السريعه، في التجاوزات، وايضا في الافرود. السياره هذه احدى سيارات المنزل خلينا نتكلم بمعنى اصح، فانا مجربها لي فتره جدا طويله، ممشى السياره حاليا حوالي 25000 كيلو، موديل السياره 24، فلها فتره جدا طويله، جربتها في فصل الشتاء صراحه، جربناها خلينا نتكلم ككل انا ولا الشباب ولا حتى صاحب السياره شخصيا. حقيقه اداها جدا جميل في البر، ما اقول لكم السياره الخارقه، لكنه سياره تمشي وين ما تبي تروح، تقدر تروح توصلها في البر، سواء كان امطار ولا مو امطار تمشي السياره ما شاء الله تبارك الرحمن، لان التورك حلو هنا كمحرك كهربائي سند السياره. المحرك هنا الله يسلمكم يجي 2.5 لتر 4 سلندر هايبرد، يولد قوه 219 حصان مع عزم دوران 221 نيوتن متر، مع جير سي في تي دفع رباعي مستمر. وهذه نظره على المحرك زي ما تشوفونه امامكم، محرك بسيط جدا ما فيه تعقيدات وواضح امامكم في التصوير. فاقول لكم السياره هذه تمشي ما شاء الله تبارك الرحمن وين ما تبي. صرفية البنزين هنا فعليا جدا جبارة، فل التانكي تفلل بحوالي ما يقارب 100 ريال، يمشيك حوالي 900 كيلو تقريبا على حسب دعسة رجلك، يعتمد، ممكن تقدر تعليها إلى 1000 كيلو أكثر، ممكن لا تقدر تقللها إلى أقل من كل هذا، لكن المدى المنطقي اللي تمشي فيه دائما حوالي 900 كيلو. هنتكلم على كروس أوفر متوسط الحجم، تطلع فيه البر، تروح فيه وما تبي، تمسك فيه خط، يمشيك هذا الممشى، فأشوفه صراحة أداء جدا جميل من ناحية صرفية الوقود. زي ما قلت لكم ما شاء الله تبارك الرحمن كأداء أوف رود جميلة، ولكن حقيقة حاليا أصور درجة حرارة الله أعلم ممكن 50 درجة مئوية، حاولت أن أختار حتى وقت مناسب قدر الإمكان ولو أنه حر عشان أصور لكم، فأنا شخصيا كيزيد يصعب علي أن أطلع لمناطق صحراوية خلينا نتكلم كتطعيس وغيرها، لكن إن شاء الله إن حصل في فصل الشتاء نصور لكم إياها كتجربة تطعيس بسيطة، ليش لا إن شاء الله، لأنه حقيقة الأجواء تخدم بشكل جدا كبير، يعني الأجواء حاليا أبدا ما تخدمني أن أصور لكم هذه التجربة. خلونا نلقي نظرة على بقية تفاصيل السيارة. الواجهة الأمامية عندك إضاءات LED بشكل كامل، هذه تصويرها في المساء، إضاءة LED بشكل كامل، والمميز على هذه الفئة أنها تجي عدسات ما تجي كرومات. شعار تويوتا جاي باللون الأزرق من الداخل كتجويفات. الشبك البسيط ايضا عندك فيبر امامي بالكامل، وايضا فيبر ممتد الى حتى الاسفل. هذه الفئه بحكم انها ستاندرد ما يجي عليها كشافات للضباب، عندك مخرجين للقلص اللي هو تركبه عشان تقلص السياره او تقلص سياره اخرى ايضا يمديك من خلال هذا الفتحات. هذه كل كواجهه اماميه، خلونا نلقي نظره على السياره من الجانب.
لما نجي نتكلم على السيارة من الجانب، عندنا فيبر موجود من الأمام إلى الخلف عليه ممتد. الجنوط هنا مقاسها 17 إنش، قياس الكفر 225 على 65 17، جنط حلو حقيقة، سائل السيارة بشكل جدا ممتاز، معطيها راحة مناسبة. كفرات هنا تجي من الوكالة بريجستن، للأسف السيارة ما يجي عليها دخول ذكي، تمنيت صراحة أنه هذه الخاصية تكون موجودة على الأقل، عليها دخول من خلال ريموت، لكن دخول ذكي ما عليها للأسف لا من جهة السائق ولا الراكب. المرايا تطوى يدويا هنا وليس كهربائيا. كتابة الهايبرت موجودة على الرفارف الأمامية، فهذه بشكل جدا مختصر من الجانب، ما عليها نسافات كفئة LE هايبرت 4x4 كدفع رباعي. هذه نظرة على السيارة من الجانب، خلينا نتكلم بشكل جدا مختصر لأنه حقيقة الأجواء كل ما لا يسخن الجوال يفصل. تصميم جميل بسيط صراحة، كتابة تويوتا، شعار تويوتا في المنصف، كتابة الرافور مع كتابة الهايبرد. للأسف ونقطة صراحة ما أدري هل هي تمييز بطريقة مختلفة أو لا، الفور باي فور على الرافور عموما ما يجي موجود إلا على نسخ البنزين ككتابة أو فور ويل درايف، ما تجي إلا على نسخ البنزين فقط، نسخة الهايبرد ما يجي عليها، فما تقدر تميز إنه هذا دفع رباعي أو لا من الخارج كنسخ تويوتا رافور. أربع حساسات خلفية مع الكاميرا الخلفية. بالمناسبة الصرفية مو موجودة هنا، ولكن اللتر الواحد يمشيها 22 كيلو تقريبا. خزان الوقود هنا سعته 55 لتر، فتقريبا انت منطقيا الحسبة المنطقية اللي راح تمشيك اياها حوالي 900 الى 1000 كيلو على حسب استجابة دعسة رجلك، فيعتمد الموضوع عندكم. القصة الخلفية صراحة حليلة، عندك جزية هذه كأنها جناح، صدام الخلفي اساسا فيبر جاي، فعندك اي مشكلة لو سمح الله واجهتك ما راح انه تبلش في موضوع التصليح. خلينا نتكلم فيبر، تعديل بالحراره، تعديل بالقص، ايا يكن الفيبر امره سهل. بالنسبه للاضاءات الخلفيه فعندك LED بشكل كامل موجوده هنا كخط، وايضا عندك اللي هو الفليشر هيلوجين، وكشافات الضباب اللي هي كشاف واحد جاي في الخلف فقط. اما لما نجي نتكلم على مساحه الصندوق الخلفي، طبعا فتحه واغلاقه بشكل يدوي على هذه الفئه اكيد. المساحة صراحة جميلة، منطقية جدا إلى أبعد درجة، ما يجي فيه صف ثالث اللي الركاب، عندك مساحة جميلة في الخلف كتخزين، تقدر تطوي المراتب حقت الصف الثاني. أيضا هنا عندك مساحة، عندك اللي هو الإطار احتياطي وطفات الحريق وغيرها من الأدوات الأخرى. مساحة تخزين هنا موجودة مع إضاءة في الخلف. هذه الفئة أيضا ما يجي عليها اللي هو الستارة الخلفية للأسف صراحة، تمنيت أنه بعض الاكسسوارات تكون موجودة على كل فئات تويوتا راف 4. فهذا هو بنظرة كاملة ومختصرة من الخلف. الآن نتكلم على مساحة الركوب في الخلف كمساحة صراحة جدا جميلة. خلوني أركب في البداية وأوريكم المساحة من الداخل. مساحة جميلة، أنا طولي قرابة 190 سنتي في الخلف، مرتاح جدا إلى أبعد درجة، وفي الخلف كذلك الأمر. في الأمام مرتاح جدا إلى أبعد درجة، وفي الخلف أيضا مرتاح، أموري جدا طيبة. عندي زجاج بشكل كامل أوتوماتيكي على السيارة، ديكور بسيط، المقاعد نفسها جاية قماشية بلون أقرب ما للجملي. خلينا نتكلم حتى ديكور الأبواب، عندي كوب هولدرز في المنتصف مع مسند وسطي، وتكييف خلفي أيضا موجود، شيء جدا جميل من التكييف الخلفي حتى واصل. وأيضا ما ننسى منفذ الطاقة اللي هو 12 فولت موجود في الخلف. إضاءة السقف جاية LED، فمساحة خلفية صراحة حلوة، تاخذ تقريبا 3 أشخاص بالراحة، مرتاحين بحجمي أو أصغر مني بشيء بسيط جدا مرتاحين. وحتى لو كانت عائلة بسيطة تقدر نستخدم السيارة استخدام جدا منطقي وجميل. طيب نجي الآن للسيارة من جهة السائق، تمام، ندخلها ونقول بسم الله. نتكلم على داخلية جدا جميلة، تكييف ولا أروع ما شاء الله تبارك الرحمن. على جهة اليسار عندك التحكم في الزجاج وسنتر لوك الأبواب والزجاج، أيضا مع التحكم في المرايا. وهنا عندك التحكمات الخاصة في فتحة اللي هو الخزان الوقود وفتح غطاء المحرك. عجلة القيادة التحكم فيها جاي بشكل يدوي. عجلة القيادة نفسها هنا من الداخل جاية رابر وليست جلد. مساحة تخزين، وأيضا عندك اللي هو الإضاءة أوتو. مساحة الزجاج ما فيها خاصية الأوتو للأسف. خلونا نلقي نظرة على السيارة من الداخل، للعلم السيارة شغالة. السيارة عشان أوريكم صوت تشغيلة السيارة، بداية تشتغل على الهايبرد ما في أي صوت تماما، متى ما احتاجت تشغل البنزين تلقائيا لحالها. زي ما قلنا لكم عجلة قيادة جاية رابر وليست جلد، مثبت سرعة مع التحكم في الميديا بخط العرض، وأيضا التحكم في شاشة العدادات والعدادات التقليدية اللي توسطها شاشة لعرض أهم المعلومات والخصائص اللي أنت تحتاجها فعليا على السيارة. نظام صوتي عادي بعدد 6 سماعات موزعة، إيرباقات موجودة أمامية وجانبية كستائر. عندك وش بعد من المواصفات، زر التشغيل هنا موجود في المنتصف. هنا عندك شاشة تدعم الكاربلي وفيها أيضا الكاميرا الخلفية. حقيقة الشاشة كاستجابة بلوتوث وكاربلي فيها تقطيع جدا كثير،
ما أدري هل المشكلة من الشاشة، هل المشكلة ممكن تصير بسبب الحرارة الزايدة، ولكن الشاشات اللي موجودة على الفئات الأعلى من هذه أفضل بكثير كجودة من هذه الشاشة، لكنها تفي بالغرض بالنهاية. زر التنبيه الرباعي، عندك التحكم في التكييف منفصل بين السائق والراكب، والتحكم في الدفع وغيره. التراكشن، للعلم لما تدخل للبر ما تفصل التراكشن كذا فقط، لا تفصله فصلة ثانية بوريكم إياها بعد شوي إن شاء الله. عندك مساحة تخزين، منفذ USB Type-C 10 فولت هنا موجود، عندك بريك إلكتروني، أوتو هولد، وضعية القطر والوضعيات الأخرى مثل النورمال والإيكو والسبورت والإيفي مود، والجير CVT هنا موجود. مساحة تخزين على جهة اليمين، كوب هولدرز هنا أيضا موجود، وعندك مساحة تخزين في المنصف فيها منفذ طاقة 12 فولت، بالإضافة لأنه جاية مادة الربر مدعمة. ومن الأعلى عندك مراية تعتيم يدوي وشمسات فيها إضاءة شمسات فيها إضاءة ومراية للساق وأيضا للراكب موجودة، وإضاءة السقف الأمامية جاية LED، وعندك بيت للنظارة. هذه أبرز نظرة على مواصفات السيارة من الداخل. نلاحظ أن ممشى السيارة حاليا 25,000، فأنا أتكلم تجربة وش صار بالضبط إلى الآن، بعطيكم أبرز الخصائص. بالمناسبة لو أنت بتطلع للسيارة، لو أنت بتطلع في السيارة للبر تحطها يفضل على وضعية السبورت من خلال الفرار، هذا تفرر على جهة اليمين تطلع عندك هنا السبورت، وايضا تفصل التراكشن فصله مطوله الين تطلع لكم علامه التراكشن زي ما تشوفون. خلاص الان التراكشن مفصول بشكل كامل، نسم 15-20 المناسب معك يدخل زي اللوز ولا تواجه اي مشاكل. المشكله الوحيده اللي راح تواجهها انه خشم السياره شوي نازل، فلازم تحسب حساب طلعتك ونزلتك وين تدخل ومن وين تطلع. هذه المشكله الوحيده صراحه اللي واجهتنا في فصل الشتاء، غيرها ما شاء الله تبارك الرحمن السياره تمشي ولا اي شيء ثاني يعني يواجهك. بس يعني لازم تاخذ بالحساب بالنهايه، لانه مو كل شخص يعني يقدر، او خلينا نتكلم لانه هي اسلوب القياده في البر يختلف من شخص لشخص. والله لو تعطي سياره مجهزه للافراد بشكل كامل عادي يغرز فيها وغراز شين، فهو يختلف من شخص لشخص حقيقه. لكن دائما نسم افصل تراكشن ما راح تواجه اي مشكله ان شاء الله في السياره. ونعطيكم انطباعنا عن السياره بشكل كامل، ودي اتكلم حقيقه في الشارع على السياره واقول سويت وحطيت بالتجربه كامله، ولكنه الاجواء ما تساعد ابدا. المميز في هذه السيارة صراحة سهولة الاستخدام البسيطة جدا غير معقدة من تويوتا. أنا هيكم عن اللي هو الله يسلمكم صرفية الوقود، صدق صرفية هنا جدا جبارة، جدا جدا جبارة مو شوي. أداءها، تسارعها، خلونا أعطيكم كذا لمحة على التسارع حاليا تشوفونها أمامكم. خلونا الآن نأخذ تسارع جدا بسيط على السيارة من سرعة 30. ما شاء الله تبارك الرحمن، تسارعها صراحة ما أقول لكم قوي جدا، ولكن جميل على سيارة بهذا الحجم. سيارة خلنا نتكلم ك اللي هو الكروس أوفر دفع رباعي، صراحة تسارعها جدا جميل على عكس المنافسين. وأتكلم بكل شفافية، المنافس الوحيد له اللي هو السوق النيسان الإكستريل، تسارع صراحة أبطأ من كذا بشوي. وبرضو ما ننسى أنه هو جاي فقط بنزين وليس هايبرد. طبعا نحاول أجرب أشياء معاكم كمطبات وغيرها. بالنسبة للعزل، بالنسبة للرساوة، السيارة كعزل أرضي منطقي إلى جيد جدا. العزل العلوي هنتكلم من جيد إلى جيد جدا على حسب الهواء اللي أنت تمشي فيه. عزلها أقرب ما له شوي الكامري صدق، بس يتفوق بزيادة الكامري كعزل، لأنه هنا دفع رباعي مرتفع شوي فعندك العزل، فهنا عندك العزل مختلف تماما. النقطة اللي جدا مهمة، الناس تتكلم على مبدأ أنه والله الهايبرد فقط إلى سرعة 80 يفصل، بعدها يفصل كهرب. أنا أتفق معاكم، ولكن على السرعات المنطقية من سرعة 80 إلى سرعة 120 ترى المحرك يساند بعضها البعض، يعني أنه ياخذ طاقة من هنا وياخذ طاقة من هنا، ما ياخذ أنه فول إلكتريك. أنا أتكلم كطاقة، أنا صراحة ما أبغى أتفلسف الكلام هذا، ولكنه ياخذ طاقة ممتازة بحيث انه يوفر لك وقود في الخط في الديرة. بعد الناس ما اخذوا مفهوم انه والله الهايبرد فقط للديرة، لا ينفع ترى الخط للديرة وما يصرف. والشباب ما شاء الله تبارك الرحمن ما قصروا بصراحة، من ضمن التجارب اللي لفتت انتباهي في موضوع الهايبرد واللي اشوفها شيء جدا جبار اللي هي الليكسس LS. سبق ونجربها الاستاذ احمد الشهري الله يعطيه العافية في تجربته، كانت نسخة الهايبرد طلع فيها خط من الرياض إلى الجنوب فل واحد من التانكي،
فمشيت حوالي 900 كيلو اتوقع وكسور. فتتكلمون على انه مو فقط في المدينه هذه الصرفيه، الصرفيه هذه في المدينه وفي الخط برضو. فمفهوم انه الهايبرد فقط للمدينه هذه الفكره تراها خاطئه، خلينا نتكلم او غلط، لانه ينفع خط ينفع مدينه. الموضوع يرجع لك انت، يرجع لك لاستخدامك واسلوب قيادتك في الشارع. اما فيما يخص الداش كام فتقدرون تطلبونه من خلال متجر مايكرو كي اس اي، تقدرون تطلبونه كداش كام انتم تركبونه بنفسكم او تطلبون معاه فني مختص يركب لكم الداش كام على السياره. في كود خصم خاص فينا ان شاء الله يحصل لكم خصم حلو عندهم. شركات متنوعه من شركات الداش كام، وافضلها اللي هو اللي معانا اليوم الفيو 4، جميل صراحه قدراته جدا حلوه. هذا تصويره في التصوير الصباحي، وهذا تصويره ايضا في التصوير المسائي. دقة الوضوح ككاميرا أمامية حقيقة تلقط لك اللوح بشكل جدا واضح، وهذا أهم شيء نحفظ لك حقك في الشارع، سواء كان أنت متسبب لا سمح الله أو الطرف الثاني متسبب أو حتى في طرف ثالث سوى مشكلة مع شخص آخر، فأنت تكون شاهد بعد رب العالمين للمشكلة اللي تحصل في الشارع. صراحة الداش كام أتمنى من هيئة المواصفات والمقاييس أنه يكون أساسي موجود على كل السيارات، لأنه شيء جدا ضروري في الشوارع. لي انا ركبته بنفسي، طريقة التركيب جدا سهلة، توصل من خلال التطبيق تقترن فيه وراح تستخدمه بشكل جدا سهل. زي ما تشوفون امامكم كل شيء بشكل سريع، حبيت اختصر لكم صراحة لانه الموضوع جدا بسيط وما في اي تعقيدات. وهذا هو كشكل من الامام الداش كام نفسه وهو راكب. التركيب جدا سهل وغير معقد. فيما يخص تجربتنا لهذا اليوم، يعطيكم العافية على المشاهدة، إن شاء الله أعطيتكم المختصر المفيد في تجربة تويوتا رافور. بالنسبة للسعر، سعر هذه فيها تحديد لدى وكيلة تويوتا عبد اللطيف جميل، فهو حوالي 123 ريال وكسور شامل للضريبة، والأسعار تمتد عندك مختلفة من فئة لفئة، من فئة الـ LE ستاندرد دفع رباعي أو اللي هو عفوا دفع ثنائي اللي هو دفع أمامي، امتدادا إلى فئة الأدفانشر وغيرها من الفئات الأعلى. هذا كل شيء عن السيارة بكل مختصر. حقيقة سيارة جميلة، صرفية ممتازة جدا، استخدام يومي بحت إلى أبعد درجة، سواء كان في فصل الشتاء ما تخيب ظنك، في فصل الصيف أيضا ما تخيب ظنك كتكييف. فبس هذا كلامنا بشكل كامل عن السيارة، يعطيكم العافية على المشاهدة. رابط الداش كام للناس اللي حابة تطلبه موجود في صندوق الوصف من متجر مايكرو كي اس اي، ما راح يقصرون معاكم إن شاء الله. وهذا هو الكود الخصم الخاص في قناة يزيد أو قناة واي دي كار، خلينا نتكلم. يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسون تشتركوا معنا في القناة وتفعلون الجرس عشان توصلكم مقاطعنا أول بأول، وأيضا ضيفوني على بقية حساباتي تيك توك وسناب شات وإنستغرام. يعطيكم العافية على المشاهدة، فما لله.